النيابة العامة المصرية احتجاز الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال على ذمة التحقيق 15 يوما في قضايا على صلة بالفساد. وكان الرئيس السابق حسني مبارك قد نقل إلى مستشفى في شرم الشيخ حيث أصيب بأزمة قلبية أثناء التحقيق معه بتهمة التحريض على قتل متظاهرين. من ناحية أخرى، قررت النيابة العامة المصرية حبس الأمين العام للحزب الوطني السابق صف على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على قتل متظاهرين. من القاهرة يلقي مراسلنا سمير عمر. رئيس المخلوع حسني مبارك يخرج متخفيا من جهاز الكسب غير المشروع بعد تحقيقات قد تكون الأطول في تاريخ الجهاز، ليلتحق بوزراء ورجال أعمال سبقوه إلى سجن مزرعة ترة. من قبله خرج رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي مصحوبا بلعنات من انتظروه خارج الجهاز ممن يعتبرونه أحد أهم أركان الفساد. ترحيب البعض بالبدء في محاكمات رموز النظام السابق وتخوف البعض الآخر من أن تنتهي المحاكمات إلى صدور أحكام بالبراءة تدور عقارب ساعة الثورة المصرية، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بتوسيع دائرة الاتهام لتشمل قضايا الفساد السياسي جنبا إلى جنب مع قضايا التربح واستغلال النفوذ. سمير عمر، الجزيرة، القاهرة. يبقى معي سمير عمر. سمير، الخبر ورد على أسوشيتد بريس عن احتجاز الرئيس المصري حسني مبارك، هل ورد على التلفزيون المصري أيضا حتى الساعة أم لا؟ لا، حتى الآن لم يرد على التلفزيون المصري، لكنه يؤكد ما أشرنا إليه في اللقاء السابق قبل نحو ساعة من أن بات شبه مؤكد أن قرارا مماثلا بحبس الرئيس مبارك سيصدر من النيابة العامة. لكن حتى الآن ووفقا لمصادرنا في النيابة لم يصدر هذا القرار حتى الآن. ما نقلناه في الساعة السابقة كان نقلا عن قيادات أمنية رفيعة المستوى قالت لنا إن قرارا مماثلا سيصدر بحق رئيس مبارك لحبسه، وسيتم نقله من مستشفى شرم الشيخ الدولي الى المجمع المركز الطبي العالمي في طريق مصر القاهره الاسماعيليه بعد ان تنتهي جلسه التحقيق الثانيه معه. هذا ما اكدته لنا مصادر امنيه، ولكن ومصادر القضائيه وقرار النيابه لم نبلغ به حتى الان ولم يدعه التلفزيون المصري. لكنه على اي الاحوال ما حدث مع نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك علاء وجمال من ترحيلهما والى عينهما سجن مزرعه ترى وما حدث مع الرئيس مبارك يؤكد ان هناك تطورا مهما قد حدث في سلسله المحاكمات التي طلب بها الثوار في الجمعه الماضيه. ماذا يعني هذا سمير؟ يعني ان يحتجز الرئيس حسني مبارك الآن في هذا الوقت المبكر، ربما حتى الثوار والشباب لم يعتقدوا أن الاحتجاز سيكون بهذه السرعة. هناك متغيران في غاية الأهمية في هذا الأمر. المتغير الأول هو حجم المسيرة المليونية التي كانت في ميدان التحرير في الجمعة الماضية والجمعة قبل الماضية، والتي طالبت بضرورة محاكمة الرئيس مبارك وأبنائه ورموز حكمه. وفي الجمعة الماضية كان هناك دعوات واسعة النطاق على أن تنطلق المسيرة إلى شرم الشيخ للقبض بشكل شعبي على الرئيس مبارك، وهذا التطور أعتقد أنه كان إشارة مهمة لمن بيديه تسيير شؤون البلاد في مصر على خطورة الأوضاع إذا ما استمر ما يمكن وصفه التباطؤ المتواطئ مع تأجيل محاكمات الرئيس المخلوع حسني مبارك. المتغير الثاني هو الكلمة التي ألقاها الرسالة الصوتية التي ألقاها الرئيس مبارك والتي فهم منها داخل قطاعات واسعة من الرأي العام المصري أن هناك أن هذا يعني ربما يشكل تهديدا لسلامة المجتمع إذا ما وقع وقيعة ما بين الجيش والشعب، وهذا ربما قد أدى إلى التعجيل لتقديم مبارك ونجديه إلى التحقيقات وصدور هذا القرار. المسلمون الآن يرون أن ما حدث يمثل تطورا مهما، ولكن لابد من الاستمرار في عمليات المحاكمة. نعم. محاكمة عاجلة يعني إدانة كل من يثبت تورطه في جرائم ضد المصريين. سمير، أعلم أن الوقت لازال باكرا في مصر، ولكن هل من ردة فعل أولية من قبل المعارضة، الأحزاب المعارضة، الثوار على هذه الخطوات، وخصوصا أن يعني احتجاز نجلي الرئيس جاء في وقت سابق؟ أي
يعني الوقت ليس مبكرا، المسلمين يتابعون التحقيقات مع علاء وجمال مبارك والرئيس مبارك منذ ليلة أمس. إذا اطلعت على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر والفيسبوك ستجد ردات فعل مرحبة جدا بهذه القرارات، ستجد